هذا ويقوم وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد اليوم بزيارة للجزائر لبحث التعاون الثنائي والأزمة الليبية. وذكر بيان للخارجية الجزائرية أن الزيارة تندرج في إطار علاقات الأخوة التي تربط البلدين. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا كريم قندولي مراسلنا من الجزائر. كريم، مزيد من التفاصيل لديك حول هذه الزيارة؟ صباح الخير يارا. بالفعل هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين العربيين، وبالتالي ستكون هنالك العديد من المحاور للحديث فيها ما بين وفدين رفيعي المستوى، سواء كان الوفد الإماراتي بقيادة المسؤول الأول عن الدبلوماسية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وأيضا صبري بوقادم. بعد تقريبا ساعة من الآن، يعني كأقصى تقدير، ستصل الطائرة التي تقل وزير الخارجية الإماراتي إلى الجزائر، وبعدها سيتم استقباله في وزارة الخارجية، ثم على مستوى فندق الأوراسي هنالك سيتم يعني التشاور والتباحث والمحادثات حول العديد من القضايا. أبرز قضية ربما قد تطغى على كل الملفات والمحاور هي القضية الليبية والأمن في الجرة الليبية. يأتي هذا أيضا تزامني مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الجزائر الآن يعني بصدد استضافة كل ربما المواقف وعلى اختلافها، لأن موقف البلدين متغير جدا ومتناقض بخصوص الرؤى في حل الأزمة في ليبيا. بالتالي اليوم سنشهد أيضا يعني زيارة جديدة، هي الثانية من نوعها لو احتسبت الزيارة الأولى لصبري بوقادم منذ العهد الجديد، منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون. أيضا سيتم الحديث حول علاقات التشارك والتعاون الاقتصادي والثقافي وكل المحاور الأخرى التي ستكون ذات أهمية، ذات القضايا المشتركة في الجزائر. لكن القضية المحورية والأساسية التي ستأخذ حصة الأسد هي القضية الليبية. نعم يارا، شكرا جزيلا لك كريم قندولي مراسلنا من الجزائر.